السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في هذا العدد الجديد من حصتكم، وصالح جدا هذا العدد الذي سنحاول فيه معرفة آراء الشارع الجيجلي حول البرلمان المقبل، ولمعرفة ذلك شاهدوا معنا. تنتظر يعني ربما من البرلمان المقبل هذا؟ واش ننتظروا من هذا البرلمان يشوف فينا، يشوف المنطقه ديالنا هذه، لا دوار ولا دغني، وننتظروا منهم يخدموا ان شاء الله ويشوفوا الناس اللي خاصة المناطق الجبليه هذه اللي معزوله راهي تعاني. الجبليه المعزوله اللي ما عندها والو، لا طريق لا ما لا غاز لا والو، ويشوفوا في الناس هذو. بعد التغيرات الاخيره والتوجيهات تاع الدوله الجزائريه، يعني لاول مره كانت انتخابات برلمانيه، راح تكون انتخابات برلمانيه بطابع محلي. هذا يدل على انه هناك امور تغيرت كثير. انا اول مره نوقف مع مترشح للبرلمان ويكون قريب لي جدا من المنطقه نفسها. فيما مضى وكما يعلم الجميع، البرلمان كان قبه البرلمان كانت تباع وتشترى وبعيدة عنا كل البعد، ما نحلموش باش يكون عندنا ممثل في المنطقة، والحمد لله عندنا أكثر من ممثل. فالمجال مفتوح لكل المترشحين، خاصة منهم الشباب، وكما كان تشجيع كبير للشباب من أجل الترشح ومن أجل خوض غمار هذه الحملة الانتخابية والفوز بمنصب في البرلمان من أجل تقديم وطرح انشغالات المواطنين، باعتبار مثلا احنا هنا في منطقة بلدية خيري وداجول تعتبر كمنطقة ظل، منطقة سياحية بامتياز، منطقة جبلية وفلاحية بامتياز، بالرغم من هذا المعاناة على طول الخط. نتمنى من ممثلين على ولاية جيجل يكونوا في القمة وأحسن تمثيل إلى ولاية جيجل، على رغم المشاريع ورغم الإقصاء لولاية جيجل، أتمنى أن تكون جيجل في المستوى على المشاريع تاعها والتنمية، وبالأخص تشغيل الشباب والناس اللي راهي بحاجة للعمل وبالحاجة إلى المستقبل. أتمنى أن يكونوا بالمرصاد ويكونوا بأحسن توعية وبأحسن ثقافة وبأحسن نية لهذه الولاية اللي راهي هي مهمشة. نشكر قناة النهار اللي عطاتنا يعني تواصل باش نوصلوا الفكرة تاعنا للسلطات، إن المركزية أو المحلية. احنا ماذا بينا ينجحوا يعني برلمانيين ويعاودوا يوصلون الانشغالات تاعنا على جميع الاصعده. واش الفكره تاعي لازم نطرحها ونقدمها، ان البلديه تاعنا التابعه لولايه جيجل، بلديه خيري وداجول، تعتبر منطقه ظل 100%، وراهي تعاني بشكل كبير من عده مشاريع انقطاعيه بالدرجه الاولى، وهناك كذلك مشكل التوسع السياحي الذي اثر على السكان بشكل كثير. نطلب من السلطات المركزيه بالدرجه الاولى تقلص في التوسع السياحي من اجل تسهيل السكان لاجل الاستفاده من السكنات الريفيه. مرحبا بكم عندنا دوار ولاد غني. حنا نطلبوا من البرلمان الجاي هذا ينضرب على الاعتبار للمنطقه هذه تاعنا. وحنا المنطقه هذه مناطق الجبليه كامله يعني بصفه عامه. بيان سور، مناطق اللي عايشين في الظل. وحنا بصراحه هنا في النقطه هذه بصراحه يعني المعاناه ما تقدرش تشوفها الا في المنطقه الجبليه هذه. اه حاجه باينه، لانه محرومين بزاف من الحوايج كما الطريق، الماء، التريسيتي، التهيئه على كل على العموم. حنا رانا عايشين هنا ما عندنا والو، نجيبوا الماء على يدينا، كاين اللي يجيب السيتيرنا، كاين اللي يجيب حاجه بالحمير، كل واحد وكيفاه. احنا نتمناو من البرلمان هذا اللي جاي ان شاء الله يخدم لنا الطريق ويلبي لنا المطالب تاعنا، يخدم لنا الطريق، يخدم لنا الغاز، يخدم لنا الماء، يعطيونا الاخر البناء الريفي. بصراحه يجيكم هكا في الحمله الانتخابيه؟ يجيكم يجيو في الحمله يحوسوا الاصوات، كي يطلع يضربوا النح حتى بعد 5 سنين ينسى عليك، يعاود يجي بعد 5 سنين، كي ترجع للحمله يعاود يفكرك ويعاود يجي. اولا نتمنى من البرلمان المقبل هذا يكون عند حسن ظن الشباب، ويكون عند كلمته في تغيير الجزائر وفي تغيير ولايه جيجل الى ان تكون جديده.
جيجل فيها معاناة كبيرة ومهمشة من كل النواحي، سواء من الناحية في الشغل، الأعمال، مناصب الأعمال غير متوفرة، سواء من مجال التكافي، المواهب وغيرها، مواهب مهمشة لدرجة. نتمنى من البرلمان ومرشحين أن يكونوا عند حسن ظننا نحن كشباب.